سطوع كل الأجرام السماوية في السماء بيتقاس بحاجة اسمها القدر، وده قيمته من 0 لـ 5. السلام عليكم، ازيكم؟ في خلال ال 24 ساعة الأخيرة ظهر فيديو جميل جدا بيظهر فيه الأقمار الصناعية ألمع من النجوم. النهارده إن شاء الله أنا عاوز أكلمكم على النوع ده من الأقمار الصناعية، وهو بلوكر 3، من أقوى وأحدث الأقمار الصناعية. معايا النهارده معلومات حصرية، صدقني مش هتسمع كلامي. مطولش عليكم في المقدمة، نخش في الموضوع على طول. أعلن علماء في الاتحاد الفلكي الدولي عن رصد النموذج الأولي للقمر الصناعي بلوكر 3. زي ما انت ما شايف في الفيديو، مشرقة قوي بالنسبة للعديد من مراقبين السماء في كل أنحاء العالم. لازم تعرف ان نظام الاتصالات الـ 5G بيعتمد على الأقمار دي، والأقمار دي مزودة بمحاول مركبة الإطلاق LVA، وكمان بتمتلك هيكل ضخم قوي اسمه مصفوفة الهوائي. تعتبر الأقمار دي أكبر نظام هوائي تجاري تم نشره على الإطلاق في مدار الأرض المنخفض. تم إطلاقها في شهر 9 سنة 2022. مساحة المصفوفة دي حوالي 64 متر مربع، لأن الألواح العاكسة عبارة عن مراية عملاقة بتنعكس عليها أشعة الشمس على طول. كمان لازم تعرف إن كوكبة الأقمار الصناعية دي بتتكون من 90 قمر صناعي. أراك توزع من مال أمك. وبيقول المسؤولين إن تم بناء شبكة النطاق العريض الخلوية الأولى والوحيدة في الفضاء، واللي مصممة أصلا علشان توصل الهواتف الذكية بسلاسة، والهدف تعزيز رقمي متنوع. والنموذج الأولي للقمر الصناعي ده فتح الباب قدام المخاوف كل الباحثين بيعانوا منها، وهو امتلاء السماء بأعداد كبيرة جدا من الأقمار الصناعية، لأن السطوع المفرط بتاع الأقمار الصناعية اللي احنا عملناه في السماء بيأثر بشكل مباشر على عمليات الرصد الفلكية، سواء بقى الغدوية أو البصرية. مع الأسف لما تم إطلاق القمر الصناعي ده ما حطوش في عين الاعتبار تأثيره على علم الفلك، وبالفعل الباحثين خايفين جدا من تأثيره على الدراسات اللي عملوها خلال ساعات الشفق القطبي، لأن الدراسات دي رايحة ناحية النظام الشمسي الداخلي، وبالتالي هتحتاج وجود الشمس، فالأقمار دي ممكن تعيق محاولات كتير قوي. طبعا أكيد جه في دماغك إن كل الأقمار الصناعية بتعكس ضوء الشمس وكمان تقدر تعمل اضطرابات، خصوصا أقمار ستارلينك اللي اتكلمنا عليها كتير قوي قبل كده. لكن واضح قدامكم قوي إن النوع ده من الأقمار الصناعية بلوكر 3 هي الأكثر سطوعا على الإطلاق، ده الشركة هدفها إن هي تنشر 600 قمر صناعي. الخبر الكويس إن علماء الفلك عملوا حوارات مع الشركات دي، وبالفعل حصل تقدم كبير جدا لحل المشاكل دي، وتعمل اتفاقيات جديدة علشان تنسق مع مؤسسات العلوم الوطنية. وبالفعل الشركة بدأت تستخدم استراتيجيات معينة بالتعاون مع وكالة ناسا ومجموعات علم الفلك التانية، وحطت الهوائيات على مسافة كبيرة من المناطق الهادية اللي بيستفيد منها علم الفلك. حضرتك بتقول ايه؟ واستخدمت مناورات الطيران المائلة اللي قللت من الحجم الظاهري بتاعها. حاليا بقى بيتم تجهيز الجيل التالي من الأقمار الصناعية بمواد مضادة للانعكاس، وكمان هيتم مشاركة بيانات الموقع التفصيلية علشان تساعد علماء الفلك يعرفوا مواقع الأقمار الصناعية بالظبط ويعملوا شغلهم صح، لأن مع الأسف مفيش حد فعلي لعدد الأقمار الصناعية اللي ممكن لأي شركة تشغلها. حاليا الباحثين عملوا حملة دولية علشان يجمعوا بيانات مراقبة السماء من الهواة والمحترفين في كل أنحاء العالم، والملاحظات المرئية اللي اتعملت بتقول إن الأقمار الصناعية بلوكر 3 هتكون مشرقة بشكل خاص. سطوع كل الأجرام السماوية في السماء بيتقاس بحاجة اسمها القدر، وده قيمته من 0 لـ 5. كان السطوع بتاع الأقمار الصناعية دي 4/10، عايز أقولك القمر لما بيبقى بدر بيبقى 12.6. بس الموضوع ده ما يقلقش أوي، لأن علماء الفلك عندهم خبرة كبيرة في التعامل مع الضوضاء اللي بتحصل في البيانات، وبيعرفوا يستبعدوا الإشارات غير المرغوب فيها، وكمان يقدروا يتعاملوا مع السحب والتلوث الضوئي. لكن المشكلة علينا احنا هواة الفلك، والأقمار الصناعية بلوكر 3 تعتبر بالنسبة للعلماء مجرد مصدر آخر للضوضاء سهل جدا يتعاملوا معاها. وحاليا الباحثين بيطوروا أدوات مختلفة علشان يكافحوا المشكلة دي، والأدوات دي معروفة باسم خطوط تحليل الصور وبرامج تحديد الخطوط وخوارزميات جدولة التلسكوب. بس برضو لازم مهندسين الأقمار الصناعية يحطوا المشاكل دي في عين الاعتبار. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت أكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.